كان في حبيبتي انا وانتي قفلنا. بس المس ما بعتتليش. بس انا قلت هي لا قالت لي عليك. ان انا وانتي قفلنا، بس واحنا الاثنين بعتنا في نفس الوقت كده. المس هتدينا مسألة. النهارده يعني هشرح وهديكم مسألة تحلوها، واللي هيحلها هياخد شهادة. تمام. ويبقى يعني ايه؟ نس نعم. انا لما اوري البابا والشهادة، عشان بقى عندي شهادات كتير مش في مادة الناس بس، بابا قاعد يقول لي انت هتطلعي دكتورة بسم الله ما شاء الله، انت قابلتي المستر اديسون. ايوه، ما انت شطوره يا حبيبي، انا وانا مبسوطه منك جدا. شكرا يا مس. ومبسوطه كمان برضو من علي. علي شاطر جدا معايا برضو. انا مش بس انا بعتها بعديها حبيبة. بس انتوا الاتنين حليتوا صح. اي طب حضرتك قلت اللي هيبعتها الاول. انا ساعتها طب انا قفلت، انا ساعتها قفلت، وانتوا الاتنين بعتوها بعديها بوقت طويل مش قريب. تاني، لا، بس يا مس بعتها بعدين حضرتك بوقت طويل، عشان انا يمس كان ما كنتش حل المسائل، حليتها وبعتها لحضرتك. بعتها حتى قبل حبيبة، وبعديها حبيبة بعتتها على طول، عشان تليفوني ساعتها بيهنج بسرعة بيهنج، فأنا اضطريت إن أنا أقفل التليفون وأفتحه وبعديها بعت. هو يا ميس مش أنا مشكلة، باعت، هي خلاص مش حتى يا ميس مشكلة، بعتت هنبعت عليا بخمس النهاردة. دقايق. مش مشكلة، النهاردة اللي هيحل صح هو اللي هياخد ايه؟ ناس بس لو سمحت ما نعملش سباق شبه المرة اللي فاتت مين اللي يبعت الأول، عشان تليفوني بيهنك ما بعرفش شو أصور، لازم اللي هيقولي ان أعرف هو صوت. خلص الأول هو اللي هياخد الشهادة، بس يبقى لا حل يا صح. مس، ممكن يا مس تكون هي فتحت مثلا المايك قبلية، أو أنا فتحت المايك قبليها، فلا خلاص مفيش اللي شهادات يحل لأي يا مس حد الصح. فيكم. إيه إيه والله ما انتوا اللي عمالين تعصبوني، كل ما اديكم حل تقولوا ايه لا. يا مس، ما احنا بنحله، خلاص اللي هيحل صح هياخد ما احنا شهادة مش هنقول ان احنا مش مش هنحل، الأسرع. يعني ان لو احنا انتوا اللي بنحل صح. هيحل صح هو اللي هياخد شهادة، مش لازم ماشي الأسرع. احنا موافقين. ماشي، ماشي يلا نبدأ بقى. يا مس، لو احنا الاثنين يا مس قفلنا ادينا احنا الاثنين شهادات. ماشي طيب، النهاردة عندنا سولف بروبلم. ماشي، في كلمات أول ما بنشوفها بنعمل addition، وفي كلمات أول ما بنشوفها بنعمل subtraction. يعني كلمات أول ما بنشوفها بنعمل plus، كلمات أول ما بنشوفها بنعمل ايه؟ minus. ماينس ايه الكلمات اللي أول ما بنشوفها بنعمل plus؟ الآن together in all some ask total. دي الكلمات اللي احنا أول ما بنشوفها بنروح عاملين plus. طب الكلمات اللي بنشوفها بنعمل minus؟ how many more, the rest, the remain, the difference، واسك بارت. طيب خدوا سكرين للجدول ده عشان تحفظوا الكلمات. حتى من قبل ما حضرتك تقول. خدوا يا علي سكرين، يلا. حاضر يا ميس. ميس ممكن اروح التواليت؟ طب بسرعة يا علي يلا يا ميس تفهم. حبيبة، لو عايزة تشربي او تروحي التويلت بسرعة في دقيقة عشان نبدأ شرح مع بعض. انا مخلصة كل حاجة والمية جالك. برافو عليكي، انتي شطورة. تعالي بس نقرا مع بعض حضرتك يا حبيبه. هنا بيقول ايه؟ وانا اصلا فهمت اوكي طيب يلا نقرا مع بعض. بيقول لك ايه؟ سارة باسم and مينا are collecting stamps. سارة collected seven collected collected 743 stamps. Basim collected 198 stamps, and Mina collecting 357 stamps. How many more stamps did Sora collect than Basim and Mina have completed? طيب يعني ايه بقى، ايه اللي فهمتيه؟
يعني هنا هنا كان هنا بيقول لي سارة وباسن ومينا all collecting، يعني اللي الأمر هم يعني اللي هي الطوابع. أيوة اوكي بيطبعوا spins ماشي. بيقول لك ان سارة جمعت العدد ده، وباسم جمع العدد ده، ومينا جمع العدد ده. هو في الاخر بيقول لك how many more did سارة، هو بيقول لك كام عدد اللي سارة جمعته يعني اكتر من باسم ومينا. طيب يبقى احنا اول ثانية حاجة هنشوف باسم ومينا معاهم كام، يبقى هنعمل ايه؟ ثانية هنعمل هنا ماينس. قول لحضرتك ليه؟ عشان more than، how many more than. لا يس اوكي هاو ماني مور. بس في وهنا خطوة الأول هنعملها، هنعمل ايه؟ هنعمل بلس لباسم ومينا، هنعمل بلس لباسم ومينا، بعدين النمبر اللي وبعديها هيطلع هنعمله ماينس النمبر بتاع سارة. انا عارفة انا عارفة. طب يلا قول. باسم سارة جمعت 343 سارة جمعت 700. سوري طب احنا مش عايزين رقم سارة اصلا، احنا عايزين باسم ومينا. اي صح. باسم جمع 198، ماشي. هنعمل ومينا لهم بلس اه بلس مينا، مينا تمام؟ جمع قد ايه؟ فالإجابة الإجابة كده هتكون 555. 555. أوكي، وهنعمل بقى 555 ماينس سارة اللي هو 743، طيب اعملوها فالإجابة بالنصيحة. هتكون 188. ماينس تقولتي ماينس ايه؟ ماينس 743 مش هينفع نكتب 700 ورا، الكبير هو اللي بيتكتب قدام. طالما هي ماينس يبقى 743 ماينس سهل 555. 743 minus 555 الإجابة يا مس 188. حبيبة وانتي بتستخدمي الآلة الحاسبة؟ نو متأكدة؟ اي مس انا قلت لحضرتك مرة ان انا ماما بس انتي معلماني بتجاوبي بسرعة قوي يعني، ما شاء الله. يعني لو انتي بتعملي كده من غير آلة فانتي ما شاء الله عليكي يعني. لا، هو انا بجيب كده كراسة وبكتب المسألة وبعملها كده فوق بعض وبحسبهم، هو بيبقى يعني اللي هو بخلص في ثواني. طب شطورة، يلا يا علي حلي معايا. طيب هيا يا علي. ذا كلوني ذا انت كلوني. ويبي سي كوبيرز ذات نيو كلون وين اب تو 100,000 73 500 ليف كولوني اوف 27,000 30,000 85 and this and colony of 52,000. 52,080
890 and this join the new corner تراني for how many more مور أنتس anatis كون جون طيب جامد انت قوي فهمت ايه بقى؟ جون. على ما اعتقد مش جون، هناخد ماينس استنى، احنا هاو ميني مور، احنا قلنا كلمة هاو ميني مور يعني ماينس، تمام، بس انت هتعمل ماينس ليه؟ طيب عشان هاو ماني مور. ايه؟ ها؟ هاو ماني مور هي مش موجودة. ايوه هتعمل ماينس لانه نمبر، نعم؟ هتعمل ماينس لانه نمبر. ماينس الون مينيت. لا طيب لإيه؟ لذا وده طب بصي، يعني انا هفهمك هو قايل ايه، واحدة واحدة نفهم هو قايل ايه. بيقول لك ايه؟ The ant colony يعني مستعمرة النمل، عددها النمبر ده عدد النمل اللي في المستعمرة كلها، ماشي؟ بيقول لك اول مستعمرة ده العدد بتاع النمل اللي فيها، وتاني مستعمرة ده عدد النمل اللي فيها. بيقول لك بقى المستعمرة الثالثة اللي هي راحت لهم فيها كام نملة؟ هو عايز يعرف عدد المستعمرة الثالثة فيها كام نملة. يبقى هعمل ايه؟ ده عدد النمل اللي في المستعمرة الأولى، وده عدد النمل اللي في المستعمرة الثانية، وده توتال عدد النمل. هو عايز يعرف عدد النمل اللي في المستعمرة الثالثة قد ايه. المستعمرة الثالثة هنعمل الاثنين 1 و 2 ماينس بعض، 1 صح؟ و 2 ماينس بعض عشان اجيب الثالثة. ما تيجي بص يا علي، دي المستعمرة الأولى، ودي المستعمرة الثانية، ودي المستعمرة الثالثة، تمام؟ الثلاثة دول مع بعض، عندهم بلس الثلاثة دول مع بعض عددهم 1073 500، تمام؟ التلاتة مع بعض مجموعهم كده. هو مدالك مجموعة الأولى ومجموعة التانية، وعايزك تجيب مجموعة التالتة، هتعمل ايه؟ عمل ماينس هتعمل ماينس ايه؟ اللي هم يميز الثلاث مستعمرات دول مع بعض. ثانية هنعملهم يميز ماينس هنعمل التلاتة الثري نمبر ماينس. طب انت عارفة يا حبيبي هنعمل ايه؟ ايوه يا مس. هنعمل ايه؟ هنعمل بلس، هنعمل بلس لإيه؟ هنعمل بلس ل 500 ل 27385 المعمورة الأولى والمعمورة الثانية، هنعمل لهم بلس والناتج اللي هيطلع منهم هنعمله ماينس الرقم المعمارة الثالثة. برافو عليكي، شطورة، فاهمي. طب بصي يا علي بقى، فهمتي هي عملت ايه؟ طب يا جماعة ازاي مش هنعمل بلس وفي هاو ميني مور؟ ما احنا هنعمل ماينس بعد كده. هي عملت بلس للتو كلاوني للمستعمرتين، وجابت التوتال بتاعهم، طرحته من ال، عملت ماينس مع عدد النمل اللي في المستعمرة كلها الكبيرة، اوكي فهمت؟ هي علي فهمت احنا عملنا ايه؟ ايوه شطورة يا حبيبة، برافو عليكي. ثانك يو مس. طيب يلا اعمل معايا بقى، هنقول ايه بلس ايه؟ انا عامله ده في مسح
ناس. وعلى فكرة أصلا حضرتك كده كده حضرتك اللي حلاها، عشان يعني اللي هي يعني حضرتك مسهلاها قوي. عشان افهمها لكم. حضرتك أصلا من غير ما حضرتك تكلمي احنا هنكون فهمنا من حضرتك. شكرا يا حبيبي. احنا قلنا يا علي لما بنيجي نبدأ بنبدأ من 0 بلس 5 في الأول. أنا بدأ من زيرو بلس فايف. انت كنت كاتب الفايف هنا. أنا عارف. كم طيب بعدين هنعمل ايه؟ انا من لها ماينس اوكي اعمل لها ماين. يا ميس. يعني هعمل يا ميس الرقم اللي احنا طلعناه ده ماينس لايه؟ بص بص يا علي، اصلا هنا مش انت هنا قلت 3 plus 7 equal 10. 3 plus 10 0 carry up 1 يبقى 6 plus 2 equal 1 تبقى 8 مش 0. 1 معلش اتلخبطت. اوكي هتعمل بقى النمبر ده اللي هو 1,173,500 minus النمبر اللي انت جبته. ناس انا حليت في الكراسة، وينفع ابعت لحضرتك على الجروب؟ اوكي بعتي. اوكي يا مستر، بعت لحضرتك. ماشي اشوف. اول واحدة يا ميس هتبقى زيرو، اول شو نمبرز هيبقوا زيرو. يعني هتبقى اول شو نمبرز هتبقى زيرو. ليه هتبقى زيرو؟ هنحط هنا الفايف. معلش، الفايف هتديها كاري اف 1 1 minute دي هتبقى 10، دي هتبقى 9، 1 minute ودي هتبقى 4. بس يا ميس. بس كده يا ميس الفايف يعني دي هتبقى 10، نحط 0. ايه اللي هتبقى 5؟ اوكي ايه الزيرو دي بتاع ايه؟ دي 9 ودي 0 بتاعت ال 10. كاري اب 1 دي احنا هنحطها المفروض ثانية ال 9 ثانية اصلا. ثانية هنا بقى 10 minus 5 equal 10 minus 5 فين يا ميس؟ 10 minus 5 ايه؟ تبقى 10 minus ناس. 5. نعم 10 minus 5 equal 5. ماشي. وبعدين 9 minus 7 9 minus 7 ثانية مش عشان 9 minus 7 9 minus
ناس قلنا كان عايزين ثانية يا حبيبة، بحل مع علي ايه تو يا ميس تبقى 2، بعدين 4 minus 2 4 minus 2 equal 2. طيب، بعدين 3 minus 0 3 minus 0 equal carry up 1 لا 3 minus تبقى 0 10. equals 3 برضه، 3 minus 3 0 minus equals 3، مش يا ميس هنديها carry up 1 ولا صح ما هي كده 3 تعمل هي واحدة بس. كبيرة أصلا. ايوه اوكي 7 minus ال 8 ينفع؟ ممكن بي دي هتبقى carry up 1، 1 دي هتبقى 0. اوكي هتبقى كام؟ ايه ده بقى سيمتري ايه ون مرة ده بقى سيمتري ايه ون سيمتري ون من هو يعني بحبها بس هتبقى يا ميس 15 15 هتبقى 15 ازاي؟ 15 مش هي يا ميس انا اعتبر لا 1 من 1 من معلش لو برافو عليكي يا حبيبه، انت حله صح. one minute twenty five 25 ايه دي ماينس مش بلس. انا كل ده مش عمال اعملها بلس طب ركز، ماشي يا مؤمن ايه ناين ناين اوكي ناين، برافو عليك. انا كل ده اصلا يا ميس لو هي بلس انا كل ده عمال احلها اصلا بطريقه معقده هي المفروض يعني اغلبيه اذكياء العالم بيحبوا كده ان هم يا ميس يجيبوا الرقم يقوموا ساحبين منه رقم يقوم الرقم ده يقوم حاطينه على ده انا يا ميس بحل لقيت ايه بشيل من الناس اللي حطيته على لو هي يعني كانت بلس انا كل ده واخد دماغي ان هي بلس اه خدت شلت يا ميس شلت 3 بقت شلت من ال 8 3 بقت 5 حطينا عليها حطينا على ال 7 ال 3 بقت 10 ال 10 دي هنحط عليها 5 بقت 15 كده احنا حلينا مسألة بسرعة اوكي برافو شاطر، بس ركز بقى في الماينس والبلس. يلا يا حبيبي ايوه دي قولي يا ميس معايا. حضرتك لو جبت لي سبورة هحلها في ثانية اوكي طب عالية برضو ركز معايا، ولو كده حلها في الكشكول بتاعك وابعتها لي. يلا يا حبيبي حلي. مش هو في مش النهاردة مسألة اه حبيبة انت معايا؟ أوكي أيوة يا مس تمام طيب The great pyramid had 59,000 visitors in January to 27,525 visitors in February and 32,975 visitors. In March, they expect to have 150,000 visitors by the end of April, how many visitors need to show up in April to reach this count? طب يعني ايه بقى؟ Count. أنا عايز بلس هتعملي بلس ليه؟ عشان هنا ما عنده اند كلمة اند اوكي ماشي، هتعملي بلس ليه؟ ايه يعني ايه اللي انت فهمتيه قوليلي؟ اوكي
قوليلي فهمتي ايه؟ اوكي، اللي انا فهمته يعني اللي هو the great pyramids بيقولك اللي ان هو البيراميدز الاهرامات زارها العدد ده، العدد ده في شهر يناير تمام، والعدد ده في شهر فبراير، والعدد ده في شهر مارس. يبقى احنا كده او مديكي العدد الناس اللي زارت الاهرامات في يناير وفبراير ومارس. ماشي، بيقولك ان توتال اللي هما بقى زاروه في فبراير ومارس يناير وفبراير ومارس وابريل العدد ده تمام. هو عايز يعرف تمام. في ابريل كام واحد زاروا، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل هنا يعني مثلا 59,000 minus 27,525، هنعمل لهم minus. بصي يا حبيبي، ده شهر يناير وده فبراير وده مارس وده ايه ابريل تمام. ابريل اوكي، هو مديلك الشهر يناير وفبراير ومارس ومديكي توتال الاربعة دول مع بعض وايه في نمبر. هو بقى مش بيديكي الفور ده اللي هو الابريل، عايزة بقى انت تجيبي الابريل، هتعملي ايه؟ اوكي. طب انت عارف هنعمل ايه يا علي؟ مس انا عارف مس انا عرفت اعمل ايه. هنعمل ايه؟ انا مس هنعمل فيفت هنجيب اصغر، هنجيب ال 59,000 وهنعمل لهم بلس 27,525، وبعديها هنجيب النتيجة اللي هتبقى، وبرضك هنعمل 32,975 minus 150,000، والناتج اللي هيطلع لنا مع الاتنين هنعمل له بلس الاتنين، والنتيجة اللي هتطلع هي اللي هتكون النتيجة. طيب اوكي، يلا بقى احلي معاك. طب اوكي حليها في الكشكول وابعتها لي، حلها يا علي وابعتها يلا. بس دي مش مسألة امتحان يعني، ده يعني عايزين احلها يعني مش الكراسة. طب يعني مش ثانية واحدة بس، مش ثانية. طب انا مش يعني المفروض دلوقتي اعمل ايه انا غير ان حليت انا احلها؟ هو يعني. ايه طالب مني هنا ايه؟ هو طالب منك هنا؟ هو عايز يعرف كام فيزيتور، كام زائر زار الأهرامات في شهر إبريل. شهر ابريل يعني مش اعمل لدول يعني بلس وماينس. انت هتعمل بقى بلس للنمبر بتاع الجنيوري والفبروري والمارش، هتعملهم هما 3 بلس، والنمبر والناتج اللي بلس هيطلع يعني كلهم للتلاتة هتعمل لهم بلس، والناتج اللي هيطلع اللي هو الايكوال بتاعهم هتعمله ماينس ال ايه ال 150,000. اوكي يلا كويس. انا عرفت النتيجة. يلا نحل التانية.
ماس بس الناتج هيكون كبير. عادي مش مشكلة. اوكي مش ثمانية يمس ثمانية يمس في حاجة دلوقتي أنا مش عارف إزاي أعملهم ثلاثة بلس، فأنا يمس هعمل حاجة اعمل هحل لتو الطريقة هنا بلس، الطريقة دي، اعمل لتو نمبر بلس، أنا هعمل بعدين لتو اعمل له بلس بلس للرقم والناتج التالي. اللي يطلع والناتج اللي يطلع هعمله للأخير بلس. ماشي. بس انا خلصت ابعد ابعت لسه مش مصححه. نعم يا مس، ابعتي اوكي يا مس انا بعت. يا رب تكون صح يا رب. هو أنا بصراحة مش متأكدة بس بساش. او انتي غلطانة في حاجة. إيه؟ هو احنا لا يا مس استني استني اللي فوق، هو انتي عملتي ماينس ايه؟ انا مش فاهمة. انا عملت 59,000 انتي بلس عملتي بلس للتو نمبر دول صح؟ وبعدين عملت ماينس نمبر دول وجمعت الاجابتين دول عملت لهم بلس للنتيجة الحقيقية، فالإجابة استني طلعت استني، معايا. لا مش انا عملت انت يا مش المفروض تعملي حاجة، بلس للثري نمبر دول، تعملهم هما تلاتة بلس، بعدين الناتج اللي هيطلع هتعمليهم ماينس النمبر ده. طب ثانية ابعتي علي لو حليت. هنمسح كل انا الكلام ده. يميس الفلوس بقى عملت يميز بلس، بس انا يميز كنت انا جالس لك كده، بس مش انا يميز كاتب يميز على اول ايكوال، كاتب عليه علامة ايكوال وفوقيه علامة وان، وايكوال اللي هما يعني انا مش عملت ايكوال لاثنين، ده اول واحد. ماشي الايكوال الثاني اللي انا عملت الثلاثه مع بعض. ماشي، ابعت بقى عشان اشوف انت حليت صح ولا لا. لسه هعمل لهم ماينس طب يلا بس. five two five تمام. مش طب انا مش هنفرش حضرتك حاجه، نعم. طب هما يميز دلوقتي هما كبرني كده، طب وزيرو دي مش هنعمل فيهم ايه؟ ايه الزيروز هنعمل فيهم ايه؟ الزيرو مش هنعمل فيها ايه؟ الزيرو دي هتبقى 10، والزيرو دي هتبقى 9، والزيرو دي ماشي هتبقى 9، والزيرو وبعدين دي هتبقى هتبقى ايه؟ 9، وال5 هتبقى 4. انا هنا اتلخبطت في حاجة.
ها خلصته؟ حد خلص؟ انا بس انا هعملها. مش اللي انا يميت كنت غلطت، بس هو بحل التاني غلطت، فعشان برجع المسؤول. طيب ركز انا بس. ما قدرت اخلص. ماينس، انا بعمل اهو الماينس. تمام، عملت بنص في زيروس. فلو دي كده انا مش حليت المسألة، ابعتها. وانا كمان بعتها يعني يا ماشي، بس النور عشان تكون باينة. بعتها يا ميس. طب يا يا ميس، علي لو على دي الجروب، يا علي على الجروب الواجبات. انا بعتها الجروب، يا لهوي انا بعتها على الجروب العام. امسحها وابعتها على الجروب الواجبات. شكرا يا حبيبي، ده انا نسيت، انا فاكره ان انا على جروب الواجبات. ماشي يا حبيبة، بس هي 500 بس، نعم، يعني 3، يعني 500 مش 5، جنبيها 20 مش 30. لا اهو، لا مس المفروض يبقى جنبيها 20 بس. ثانية واحدة يا ميس، عشان أنا كل صورة بصورها إيدي تتبعد. ايوه يا مس، انا كتبت 20 نوت 30. اوكي، بس هي بيناني ان هي 30. لا أنا في الإجابة بتاعت 119,500. باين عندي ان لا هي انا 30 مش 20. لا، عشان انا كنت انا مسحت بس اللي انا كنت كاتباه، كتبت دول، فعشان كده باين عند حضرتك 3 زيروس. اوكي، برافو عليكي، شطوي. هو هاي يا علي، فين لما نتضغط اهو. احنا كده؟ 5 minutes مش 1 minute. مس حضرتك يا ميس عارفة بعت، إن بعت احنا يا ميس. امبارح، أيوة كده بعت مس. لا بس انا ما شفتهاش. لا يا مس اهو بعت. عندك غلطة يا يا علي، هي الانصة الأخيرة المفروض تبقى كده. لا مفروض تكون 3 زيروز يا مس. لا 2-0، ما انا بقولك هي المفروض تبقى 2-0 مش 3-0. ايوه انتي بتقولي 3-0. انا اتلخبطت. عارف انت غلطت في ايه؟